حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي قوي. عاملين ايه النهاردة؟ هنحكي مع بعض قصة جميلة قوي وحاجات حلوة هنعرفها النهاردة. يلا نبتدي. بسم الاب والابن والروح القدس، اله الواحد امين. رسم فنان زمان يا اصحابي لوحة كده جميلة قوي، اتشهرت وكلنا عارفين الصورة ديت، اللي هي صورة مين؟ بابا يسوع وهو واقف على الباب بيخبط. فبعد ما خلصها بقى عرضها على أصحابه اللي معاه علشان يقولوله يعني إيه رأيهم فيها. فواحد من أصحابه قال له هي جميلة جدا ورائعة بجد، بس عيبها الوحيد إن الباب اللي بيخبط عليه بابا يسوع ملهوش مقبض اللي هو بنفتح منه الباب. فقال له جاوبه طبعا الفنان دوت وقال له إيه اللي هو رسم الصورة، قال له ان المقبض دوت موجود جوه الباب مش بره الباب، علشان انت اللي تفتح له. يعني بابا يسوع لما بيخبط على قلبنا احنا اللي لازم نفتح له علشان يدخل حياتنا وينورنا ويخلق فيها قلب جديد وعقل جديد وروح جديدة، فيتقدس جسمنا كله ويبقى هيكل لبابا يسوع. مين بقى يا اصحابي اللي خلقنا؟ ومين ادى لكل واحد فينا جسم وشكل مختلف عن التاني؟ برافو يا اصحابي، ربنا بابا يسوع طبعا. في البداية اصحابي وقبل ما يخلق ربنا اي حاجة ما كانش موجود اي حاجة في الارض ولا في الدنيا دي غير ربنا بس، ما كانش فيه لا ناس ولا اماكن ولا شيء ولا نور ولا ظلمة ولا اي حاجة خالص، ما كانش فيه غير ربنا اللي ليس له بداية وليس له نهاية. في الوقت دوت ابتدى ربنا يشتغل، خلق ربنا عالم جميل ومليان بأشياء حلوة جدا جدا ورائعة شكلها جميل. خلق ربنا التلال الكتيرة، خلق الزهور والنباتات والأشجار والطيور برشها وأنواعها والأسماك والبحار وكل الحاجات الحلوة دي بأشكالها وألوانها الجميلة والكتير. وبعد كده بعد ما خلق كل حاجة خلق ربنا أول إنسان اللي هو آدم، خلقه بطريقة عجيبة جدا ومميزة مختلفة عن كل الحيوانات وكل المخلوقات اللي خلقها، لأنه هو حبه جدا جدا. فجاب يا أصحابي ربنا تراب من على الأرض ونفخ في أنفه واداله نسمة حياة، فبقى آدم نفس حية خلقه على صورته في القداسة وفي الحرية وفي الإرادة وفي العقل وفي كل حاجة، خلقه على صورته ومثاله. وأول يا أصحابي ما آدم فتح عينيه كده لقى نفسه في مكان جميل قوي قوي، حديقة رائعة مليانة بالأشجار والورود بألوان جميلة، وبص كده فوق بص لقى السماء الجميلة الصافية ونور الشمس الجميل. وكان المكان ده يا أصحابي اسمه إيه؟ اسمه جنة عدن، اسمه جنة عدن. قبل ما يخلق طبعا ربنا الإنسان زي ما اتفقنا عشان هو كان بيحبه قوي قوي جهز له كل حاجة حواليه علشان تريحه وتسعده وتفرحه. بص لقى حواليه بقى طيور وأشجار وحيوانات وحاجات جميلة قوي قوي. وكمان يا أصحابي ربنا علشان بيحب آدم قوي، بيحب الإنسان يعني، خلق ليه واحدة كمان علشان تفرحه وتعينه وتساعده. نيم ربنا آدم وأخذ ضلع من ضلوعه وكساه لحم وخلق له واحدة جميلة قوي فرح بيها آدم جدا اللي هي مين؟ حواء. برافو عليكم شاطرين يا أصحابي. وإدى ربنا يا أصحابي لآدم وحواء سلطان على كل مخلوقات جنة عدن دي، على الحيوانات والطيور والأسماك، وكانوا بيحسوا دايما بوجود ربنا حواليهم ان هو بيعتني بيهم وبيحبهم وبيهتم بكل امورهم، لان هما ميزهم ربنا وخلقهم على صورته. وكان ادم وحواء طول الوقت حاسين قد ايه ربنا عمل لهم حاجات حلوه حواليهم، فكل الوقت كانوا بيسبحوه ويشكروه، وكانوا يستخدموا كل حاجه عندهم علشان يعبروا بيها قد ايه هم فرحانين بوجود ربنا في وسطهم.
يعني مثلا يا أصحابي كانوا بيستخدموا لسانهم في إن هم يسبحوا بيه ربنا ويشكروه ويصلوا ليه، وكمان كانوا بيستخدموا عينيهم يشوفوا بيها كل حاجة حلوة ربنا خلقها علشانهم، وودانهم كمان يا أصحابي كانوا بيسمعوا بيها صوت ربنا بس. تخيلوا يا ولاد كده لو كل واحد فينا كان مكان آدم وحواء، هل كان هيكون مبسوط زيهم كده؟ احنا بالفعل يا أصحابي زيهم بالظبط، كل واحد فينا مميز زيهم بالظبط، خلق له ربنا جسم جميل وادانا ان احنا نبقى أولاده بالمعمودية، كل واحد اتعمد فينا اسمه ابن ربنا وسكن جواه روح ربنا الطاهر، وسكن فينا بإيه؟ بالميرون اللي بنترشم بيه زي ما احنا عارفين، زيت الميرون المقدس. لما قدس زيت الميرون ده قدس كل أعضائنا، كل عضو اترشم بزيت الميرون بقى ملك لربنا وخاص بربنا بس، علشان هو بيحب كل واحد فينا شخصيا وبيعتني بينا. واحنا كمان لازم نحافظ على الجسم الجميل اللي ربنا ادهولنا دوت، وعلينا كمان اللي احنا نهتم بيه. علشان كده يا ولاد في حاجات صح ينفع نعملها وفي حاجات غلط ما ينفعش نعملها، زي مثلا الايدين، ايدينا ديت بنستخدمها في ايه؟ نرفعها علشان نصلي بيها مش علشان نضرب بيها اصحابنا او نعمل بيها حاجة وحشة. لساننا نستخدمه علشان نصلي بيه لربنا ونشكره ونقول بيه كلام حلو وجميل، مش علشان نشتم بيه أصحابنا أو نقول كلام وحش أو نحلف بيه. وكمان يا أصحابي مفروض نهتم بجسمنا وبنظافته، يعني نصحى الصبح مثلا أو ما نصحى نغسل وشنا كويس بالصابونة وننظفه عينينا، وكمان نسرح شعرنا ونغسل أسناننا، وكمان نحافظ على نظافة جسمنا كله باستمرار، نستحمى دايما وننظف نفسنا وجسمنا علشان ما يجيلناش أي أمراض، ونبقى حلوين، يبقى احنا كده حافظنا على جسمنا اللي ربنا ادهولنا. وكمان نحافظ عليه ازاي؟ ما نجيش برضو ناحية اي حاجة خطر، يعني منفعش افتح البوتاجاز لوحدي او اقرب من النار لوحدي، لازم اي حاجة اعمل، منفعش استخدم مثلا مكنسة كهرباء لوحدي، منفعش امد ايدي في اي حاجة خطر قبل ما اقول للماما، ماما تكون واقفة معايا تساعدني عشان تخلي بالها مني. وكمان يا أصحابي ينفع أي حد يمسكني ويشيلني كده من على الأرض ويبوسني وأنا معرفوش؟ طبعا لا، ما ينفعش نخلي أي حد يعمل كده إلا إذا كان من قرايبي، بابا وماما، الدكتور وبابا وماما قاعدين معايا. كمان يا أصحابي ينفع نسيب أي حد يخليني أقعد على رجله، يعني على حجره كده ويلعب معايا؟ طبعا ما ينفعش إلا إذا كان من إيه؟ برضو من قرايبي، بابا وماما، أخواتي، أخويا، أختي. ينفع كمان نخلي اي حد يمسكني وهو بيلعب معايا من منطقة الميو؟ احنا طبعا عارفين كلنا منطقة الميو، ومنطقة الميو دي يا اصحابي منفعش طبعا اي حد يلمسني فيها الا اذا كان من قرايبي، بابا وماما بيساعدوني في الحمام وانا بستحمى، الدكتور وانا موجودة مع بابا وماما عشان يساعدني. طيب نعمل ايه بقى يا اصحابي لو حصل اخف كده حد لمسني مكان ما ينفعش ان هو يلمسني فيه؟ نصرخ بصوت عالي جدا جدا وننادي على بابا وماما او اي حد كبير موجود، زي مثلا الاستاذ او تسوني او اي حد موجود، ونطلب منه ان هو يساعدنا، لان جسمنا دوت هيكل ربنا ولازم نحافظ عليه من اي لمسة شريرة او من اي حاجة ممكن تأذيه. كمان يا اصحابي البنات ينفع يلبسوا جيبة مثلا واحنا رايحين نلعب في النادي او احنا رايحين نتمرجح؟ طبعا لا ما ينفعش. ليه؟ علشان واحنا بنتمرجح كده الجيبة مش هتبقى مغطية جسمنا، وما ينفعش ان احنا نبين جسمنا كده اي حد يشوفه. الافضل ان احنا نلبس ايه؟ بنطلون، نبقى كده بحريتنا من غير ما اي حاجة تبان من جسمنا. وكل لبس طبعا ليه المكان المناسب ليه، وانا رايحة الكنيسة بلبس كويس وشيك ومحترم، وانا رايحة مثلا النادي ممكن برضو ليه لبس مختلف عن اللبس ده، وانا راح افرح كل مكان انا بروحه ليه لبس المفروض يكون يليق ببنات ربنا، ما يبينش جسمنا وما يكونش عريان، علشان ده جسمنا قلنا ربنا ادهولنا مفروض نحافظ عليه لانه هيكل الله. تيجي اصحابي نغمض عينينا ونرفع قلبنا لبابا يسوع ونصلي صلاة قصيرة مع بعض.
يلا نشكرك يا بابا يسوع على كل عطاياك الجميلة اللي انت مدهاني، وبالذات جسمي اللي ميزتني بيه عن كل المخلوقات. شكرا على لساني اللي اديتهوني علشان اسبحك بيه، اشكرك بيه، واقول كلام حلو كمان بيه لكل الناس. وبشكرك كمان على ايديا اللي انت اديتهاني ساعد بيها بابا وماما واخواتي. ساعدني يا بابا يسوع ان اعمل الخير لكل الناس اللي حواليا اللي بحبهم وبيحبوني، وساعدني دايما اني امجدك في جسمي. آمين. يلا بقى بينا نحفظ الآية مع بعض. مجدوا الله في أجسادكم، كورنثوس الأولى إصحاح 20 وآية 6. يلا نقولها تاني. مجدوا الله في أجسادكم، كورنثوس الأولى إصحاح 20 وآية 6. خلي بالكم يا أصحابي من الكلام اللي قلناه كويس واسمعوه. ربنا معاكم ويحافظ عليكم من كل شر. سلام يا أصحابي.